السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى احنا هنعمل مع بعض القرنبيط. فانا جبت قرنبيط وقطعته بالشكل ده كده اهو كده، وعندي مية بتغلي، هحط فيها حبة ملح وحبة كمون، بس كمون وملح، وهروح نازلة بالقرنبيط. غلوتين بس، واروح طافي عليه عشان ما يتهريش اطلعه في مصفى كده. انا نزلت القرنبيط بتاعي، هسيب الميه تغلي عليه غلوتين بالظبط واروح طافيه. القرنبيط بتاعي اهو لسه الميه مغليتش عليه، انا مش هحسب له الغليان الا ما الميه تغلي عليه خالص. انا لما حطيته الميه بردت، فهو كده لسه مغلاش. لما يغلي بقى اغليه غلوتين ثلاثه بالظبط كده. انا القرنبيط بتاعي غلي الغلوتين اللي انا عايزاهم اهو بقى كده. انا مش عايزاه مستوي قوي عشان لسه يكمل سواه في الزيت، واطلع على المصفى بتاعتي كده، واطلعه على المصفى، وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه تاني. كده انا طلعت القرنبيط بتاعي بقى، ونكمله اما يبرد نشوف هنعمل ايه بقى في الخلطة، ونقليه في الزيت ازاي، ونشوف يعني عشان يطلع مقرمش وحلو معانا. دلوقتي بقى انا عندي القرنبيط حوالي 4 5 معالق دقيق، ومعلقتين نشا، واتنين بيضة، وعندي كزبرة وبابريكا وكمون وملح. وعشان انا عايزة اعمله مقرمش، عندي خلطة الفراخ المقرمشة عايزة تجيبيها برد حر عادي، وهنا انا هعمله الفيجيتار حار، عشان كده جايبه الخلطه بارده فيجيتار. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنكسر البيض في الطبق، ونحط عليه البهارات، ونضربه جنب، نسيت اقول لكم ان في كوبايه ميه معايا برده هجيبها اهو. وبعدين هنزل بالنشا والدقيق على البيض، ميه. انا عايزه عجينه ايه تكون ايه سايله شويه، مش سايله قوي بس تكون يعني ايه في الوسط، مش عايزاها عجينه. انا هعملها واوريكم السمك اللي انا وصلت لكم وصلت له واقول لكم ازاي. دلوقتي بقى اهو ده اللي انا عايزاه كده. هحط عليه حبه خضره صغيرين مشكله كده، وبعدين بقى هجيب كيس فيجيتار اهو احطه في الطبق على حبة خلطة كده، واقلبهم. واخد القرنبيط واحطه في الخلطة كويس قوي كده، واطلع على الخلطة المقرمشة كده. وانزل على الخلطة واكمل الكمية بتاعته كلها بنفس الطريقة، وانا بحمره ونشوفه مع بعض برضو وما يطلع نشوفه مقرمش ازاي. على النار اهو هشوف القرنبيط بتاعي اهو، هنزل بالقرنبيط. وبعدين اكون مجهزة طبق في مناديل مطبخ هطلعه عليه، ونشوف بقى شكله ما يطلع.
بصي يا حبايبي اهو كده انا هقلبه. شايفين مقرمش ازاي؟ لسه كمان اما يطلع من الزيت يبقى مقرمش خالص. هكمله بقى وما اطلعه وانا بطلعه واجيبهولك. كده اهو اتحمر معايا، اطلعه بقى من الزيت ونبقى نقدمه مع بعض. وده شكل القرنبيط بعد ما خلص اهو. انا عايزه اوريكم قرمش ازاي. سامعين القرمشه؟ دلوقتي انا هحطه في الطبق، هحط خضره كده، رشه من الخضره وارص القرنبيط. وبعدين ارش رشه من الخضره تاني كده وارص تاني. صدقوني وصفه جميله قوي قوي قوي. انا كانه مش قرنبيط، كانك بتاكلي فراخ كنتاكي. طعمه جميل بالخلطه دي. بس كده ده الطبق بتاعي. وده طبق القرنبيط بتاعي بعد ما خلص. وبألف هنا وشفا. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ومستنيه بقى ايه تعليقاتكم، وانا عايزه القناه تكبر كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.